أعزائي الطلبة، في هذا الفيديو راح أكمل بعض التيشو بريباريشنز المكونة للدايجستيف تيوب. أول تيشو سكشن راح يمثل الفوتو مايكروغراف أوف ذا ستومك. هنا راح ناخذ اللايرز المكونة للستومك وول، وهي from inner to outer الميوكوزا. هذه هي تمثل الانر لاير، هذه هي الميوكوزا مثل ما تلاحظها. الميوكوزا مكونة ايضا من 3 layers اللي هي الابيثيليوم مثل ما تلاحظ، هذه طبقة الابيثيليوم اللي تلاحظها وياي. بعدها اللامينا بروبريا، هذه هي الطبقة اللامينا بروبريا اللي هي تحتوي diffuse and nodular lymphatic tissue، ايضا contain mucus secreting cell وظيفتها انتاج الميوكس. بعدها راح تجي الماسكولارس ميوكوزا اللي هي الطبقة الثالثة المكونة للميوكوزا. طبعا هنا أنا ذكرنا انه الابيثيليوم بالنسبة للاستومك، الابيثيليوم تكون مترتبة بشكل جاستريك جلاند مثل ما ذكرتها، وبامكانك مراجعة الرسوم التوضيحية الموجودة ضمن الجزء النظري اللي توضح الجاستريك جلاند. هذه الجاستريك جلاند هي مكونة بالحقيقة من سمبل كولومينر سيل، نوع الابيثيليال بها سمبل كولومينر سيل او نطلق عليها الميوكس سيل، لانه هي بنفس الوقت مسؤولة عن الميوكس برودكشن. بالاضافة الى الميوكس سيل تتواجد وياها مثل ما ذكرت في وقتها بالجزء النظري البريتال سيلز اللي هي مسؤولة عن ال HCL برودكشن، وال chief cells اللي هي ايضا مسؤولة عن انتاج البيبسين اللي هو يعتبر فد دايجستيف انزيم جدا مهم. بالنسبة لي هذه الطبقة الداخلية. بعدها راح تجي الصبو ميوكوزا مثل ما تلاحظ اللي هي تحتوي large blood vessel، ايضا هذه الطبقة contain nerve lymphatic vessel، والطبقة الخارجية اللي هي الماسكولارس اكسترنا مثل ما تلاحظ الماسكولارس اكسترنا consist of inner layer مثل ما تلاحظ inner layer composed of circularly arranged smooth muscle cells. تشوف ترتيب السموث مازل سيلز بها يختلف عن الطبقة اللي بعدها اللي هي الاوتر لاير اللي يكون بها السموث مازل سيل لونجيتودينالي ارينج، ترتيبها بشكل طولي. بعدها راح انتقل الى التيشو بريباريشن الاخر اللي هو يمثل السمول انتستين. ايضا مثل ما تلاحظ وياي السمول انتستين مكونة من الميوكوزا، هذه الميوكوزا. الميوكوزا هنا ايضا نلاحظ وجود الابيثيليوم، اللامينا بروبريا، الماسكولاريس ميوكوزا. لاحظ الـ طبعا هنا الابيثيليوم، هذه طبقة الابيثيليوم لاحظها وياي، هذه تمثل طبقة الابيثيليوم الابيثيليوم هنا واضحة، هذه ايضا الفوق. الابيثيليوم هنا مرتبة بشكل جلاند، هذه الجلاند نطلق عليها انتستينال جلاند. هذه الانتستينال جلاند بالحقيقة مكونة من سمبل كولومينر سيل او نطلق عليها ابزوربتيف سيل، لان تقوم بعملية الابزوربشن، وياها تتواجد ايضا خلايا اخرى اللي هي ميوكوس سيل وغيرها من الخلايا اللي ايضا وضحناها بالجزء النظري. طبعا هذه الابيثيليوم ايضا الابيثيليوم المكونة لهذه الانتستينال جلاند نلاحظها continuous with finger like projections اللي هي نطلق عليها الفيلي. اذا هنا السمول انتستين ميوكوزا contain فيلي، تحتوي الفيلي اللي تساعد بعملية الابزوربشن. اللامينا بروبريا هنا مثل ما تلاحظ كومبوز او كونتين ليمفاتيك نوديول، تلاحظ هذه النوديول متواجده ضمنها. بعدها راح تجي الصبو ميوكوزا ايضا كونتين لارج بلاد فيزل، كونتين ميوكوس سيكريتينج جلاند، واخيرا الماسكولارس اكسترنا مثل ما تلاحظها اللي هي انر لاير اند اوتر لاير طبقتين. اما بالنسبه لللارج انتستين ايضا هنا ماخذ كروس سكشن فد مقطع عرضي من اللارج انتستين يوضح اللايرز لها. هذه اللارج انتستين ايضا هذا اللومن يمثل اللومن، الميوكوزا، بعدها الصبو ميوكوزا، الماسكولارس اكسترنا اند سيروزا، هذه الطبقه الخارجيه. الميوكوزا ايضا مكونه من 3 لايرز اللي هي الابيثيليوم مثل ما تلاحظها، هذه الطبقه
طبقة الإبيثيليوم. اللامينا بروبريا هذه اللي تحتوي على الليمفاتيك نوديول. طبعا هذه الإبيثيليوم هنا أيضا تكون مرتبة بشكل انتستينال جلاند مثل ما تلاحظها، موضح لك إياها. هذه الانتستينال جلاند اللي واضحة أمامك، لاحظها شلونها. هذه الانتستينال جلاند مؤلفة من سمبل كولومينر سيل، خلايا عمودية تنتشر وياها جوبلت سيل، هذه اللي تظهر كأنما كلير بوديز، تشوفها هاي الفراغات أو السبيسز. طبعا هنا الجلاندز المكونة للارج انتستين ميوكوزا تكون لاك فيلي، ما تحتوي على الفيلي، هنا ما تتواجد الفيلي. نلاحظ انه اللامينا بروبريا اكستند ثرو ذا انتستينال جلاند، اللامينا بروبريا صايره ضمن الانتستينال جلاند. والماسكولاريس ميوكوزا هنا عندك، اذا هنا هو ماخذ فقط طبقه الميوكوزا ومكبرها على مود يوضح لك الانتستينال جلاند والخلايا المكونه لها. هذه بعض التشو بريباريشن اللي توضح تركيب الأجزاء المكونة للدايجستيف تيوب.